ما شاء الله اللون مميز هذا. هاي لونها مزيان دهمة. هو تربية الخيل في تونس في قروان حاجة مازالت متواصلة. بالطبيعة حاجة مازالت متواصلة وحاجة مازالت الناس يعني مواصلة مع التراث ومع تربية الخيول. تحتاج الدعم. شيء طبيعي تحتاج الدعم كبير. على خطر إذا كان مش تقعد معناها ما فماش دعم مش تندثر معناها مش. قولي كيفاش أنتم مازلتم متواصلين تحبوا تربيوا الخيل وتحتاجوا الدعم من الجهات المعنية؟ شيء طبيعي نحبوا نربوا الخيل ونحبوا الدعم من الجهات المعنية. بيرس ونركب وعنا نكسب الزوال من بكري على جدودنا وبياتنا والقديم وكل شيء بالنصل متاحهم من بكري ويجروا ويربحوا. والخيلة ذي لازمها لهوة؟ أكيد لازمها ولازمها مصروف وهزيان للكورس وتخديمها البرة والسرج والركاب والجوكي. همشي ما تلفت الهيش تلفت الهيش تدخل روحات. هذا سيدي المرو فيها على ملك حموضة العمري كسبها على خوي وبكري من سولان طباي والملك محمد العمري الرغيلي. وتعرف معناها الأنواع متاع الخيل؟ نعرف بالطبيعة مدام مربينهم نعرف. مثال شنو مثلا؟ هذه أمها دبابة بايها رفيق. هذاك ولدها أم المروكية وباي وطير البورني يز. وأنواعهم هذوما عرب أراب بارب مش عرب بسيط. فما البارب وفما الأراب بارب. شو الفرق بين العرب والبارب؟ أكثر دم هم. فما الأراب بارب فيهم أكثر دم متاع العرب أسيل معناه والبارب عربي حر ما فيش ولا دم لا شيء. في الخشن يختلفوا في الخشن؟ يختلفوا في الجهامة في الحجم في الزين في كل شيء. أمازين ديما الأراب بارب أزين على خطر فيهم دم العربي أسيل والعربي أزين من البارب ومن كل. والحاجة الميزة معناتها اللي في الخيول أنك لما تنظر له في عينه يجيك تنظر له في عينه مباشرة وتركز ما يهربش منك. أما لما تجري في جرته يهرب منك ويأخذ احتياط. فالأفراس لما يعني تتودد للإنسان دائما وقريبة من الإنسان وهذه نصيحة الخيل معناتها هذه قصتها وهذه نصيحتها. على هذا بسم الله كين مس ما عادي خفت مني معك مش متعودة خاصة من كاميرا الخيول شو معناتها. نشوفوا هنا هذوم الفحول بطبيعة الحال البادية فرس هذه البادية أفراس الأفراس الولود العربية الأصيلة. إحنا دعوين نشوفوا العربي الأصيل العربي الأصيل الموجودين غادي في الضغطية الكل بعربي الأصيل. هنا يولي ندخلوا في الفحل الحصن حصان ذكر الفحل اللي هو فهمت تنجب منه للأفراس الأمهاء. هنا هم تراه تشوف حالته أنه متشنج هذه الخيول بفترة متشنج استرس يقعلوا استرس. نشوفوا هنا العمال اللي هم يقوموا بالنشاط ويخدموا العمل هذا كله راح عمال كبار. هو المركز هذا مركز يسمى مركز تجويد وتحسين الخيل ثاني مركز على مستوى وطن بعد الفنارك في تونس. ثاني مركز على يعني عنده قيمة كبيرة عظيمة. تنقصنا الحاجة الوحيدة في القيروان هو مركز لسباق الخيل. يعني عنا الأرض وعنا الإمكانيات والنجم المهد إلا أن الدولة معناتها شركة سباق الخيل يلزمها تنظر الجانب هذا. القيروان هي موقع استراتيجي وسط حتى تنقص على الفلاحة في التنقل. يعني لما يمشي مشيك لتونس ويمشي المستير ويمشي كذا يولي يبقى في القيروان ويجينا الجنوب يجونا الشمال يجونا ونحن مركز يكون عنا مركز سباق الخيل
فهمتي في القيرة وين يعني أعز فكرة وناجح بإذن الله ناجح. المنجي كرعود رئيس الجمعية الفروسية والسباقات. اليوم هو اليوم الوطني لجمال الأفراس المتبوعة وهي الأفراس ذات الأمهار ولدت سنة 2021. كما تشوفوا فهمتني في الأجواء موجودة هنا أفراس ما يقارب في 150 أو 300 فرس. كلها العملية هي اليوم أش مش يوقع تحديدا المهر موجود يجي يأخذ إشارة متاعه الشارة متاعه رقمه السما البيس متاعه بالفرنسية واسم يأخذ بطاقة هوية وتأخذ أمه عدد على الجمال الموجود اللي مش تأخذه فهمتني في بيتهم. المباريات هذه توقع على مستوى وطني، توقع في الجنوب، توقع في القيروان، توقع في الشمال، توقع ثم في النهاية يوقع الترتيب على فرس أو ثلاثة أفراس، أحسن ثلاثة أفراس ويشاركوا ويكونوا على مستوى وطني. هلا فرس هذوما قد يشاركوا في المغرب ويشاركوا في الجزائر وتكون هي مسابقات مغاربية. اليوم نحن عنا سمو أحسن كمل عنا فرحة عارمة وقعت يوم الأحد الفارط سباق رئيس الجمهورية وفازوا فيه القيروان وأبو حجنة بالمراتب الأولى في القيروان وكان من نصيب الأمهار لثلاث سنوات لأكرم الطالبي ونصيب الأفراس أو الخيول أربع سنوات فما فوق من نصيب طاهر الغمر وهذه معناتها أجواء معناتها فرحة عارمة بالنسبة لنا نحن وفرحة كبرى نفرحوا بها وزادتنا إلا شرف وإذا بطبيعة الحال زادت باش تكون تسلط الضوء على الفرس العربي البربري اللي هو الثروة الوطنية لا يجب أن نفرط فيها ما فرطوش فيها يلزمها تبقى لنا كمخزون وطني يلزم يبقى موجود ونحافظ عليه نحن كفلاح بطبيعة الحال ما نضيعوهاش ولكن يجب على الدولة أن تساعدنا بالتمويل المعنوي والمادي بطبيعة الحال هذوما الاثنين متزامنين باش الأفراس تبقى هالإنتاج هذا متواصل أب عن جد بطبيعة الحال معنا أخونا محسن الغزي وهو رئيس جمعية القيروان الجنوبية يفيدنا بطبيعة الحال فيما يأخذ أهلا وسهلا مرحبا بكم نحكيوا على الخيول في القيروان على الفروسية على تربية الخيول أنتم غرام أبن عن جد القروان هي أصل الخيول هي من عهد عقبة بن نافع إلى الآن هي موطن الخيول الأصيلة فهمني تبقينا حاجة بركة معناها اللي قالوا سي المنجي معناها نتجاوزوا نمشي معاه 100% أما ثم حاجة بركة احنا تو نطالبوا جماعة الخيول العربية البربرية أعطونا حقنا ما حتناش باش تعطونا تدعمونا من 2018 السباقات معناها الناس جت وفلوسها تو عند شركة سباق الخيل أعطونا مستحقات الناس راهو لولا معناها الناس مثبتة شبثة بالأسارة نتاعها وبتراثها أنا بيعت وانقذت الخيول هذه جملة وتفصيل فهمني لا أزم من غلاء العلف ولا أزم معناها يصرف عليه الجواد الجوكي برك بك الحزب الشهر يعطيه 500 دينار خدمة والنقل والمصاريف كل ومن 2018 تو الفلاح هذه الكل الفلاح هذه الكل اللي تشوف لها جايبة خيولها وشوف كيفاش ما تعرض للسمش وفي وقت الأزمة بتاع كورونا فهمني وفلوسها قاعدة عن شركة سباق الخيل علاش معناها سيد وزير الفلاحة من فضله معناها يعطي أوامر وباش يخلص على الأقل جماعة الخيول العربية البربري وفاش ياخذ الخيول العربية البربري في الفوتيت قيس ليتي تقني أول بالمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
الفنارك، حكم دولي في المنظمة العالمية للجواد البربري. عادة باهية هذه المسابقات نتاع الخيول، تنجم تعاون مربي الخيول والفرسان هكا باش يحافظوا على الخيل نتاعهم. والله هي جرات العادة أن المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل منذ قديم الزمان أنها تشرف على المعارض هذه، هي مناظرات الجمال الخيول البربرية والعربية البربرية اللي تعطي فيها تشجيعات لأصحاب الخيول البربرية والعربية البربرية، وصلون معنا مناظرة تقوم بها وتقييم جدي وفعلي للأفراس المعروضة. خلال هذه المعارض يتم وضع الشارة الإلكترونية وسحب عينات من الدم للأمهار المولودة في السنة الجارية، ويتم توصيفها كذلك لاستخراج معنا لتنزيلها بالدفتر المعلومات وسجل الإلكتروني للمؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل، ثم بعد ذلك استخراج دفاتر المرافقة والكتيبات وبطاقات الهوية للخيول. حبيت نهني أهالي القروان وبصفة عامة وسيدي عمر بوحاجلة بالانتصار اللي عملوه في ميدان قصر سعيد خلال جائزة الرئيس بحصول دندان هكا وجوينيا، زوز كؤوس حصلوا عليهم في جائزة الرئيس للأمهار وللأحسنة للأربع سنوات فما فوق. حبيت نهنيهم بالمناسبة هذه ومرحبا بهم في كل وقت في التعامل مع المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل. نقدم لك الفائزين بالكؤوس الزوز في الأمهار الجويني، الحصان الجويني، البطل الجويني لمالكه أكرم الطالبي، هذا أكرم الطالبي وبوه إبراهيم الطالبي. وفي الأفراس أو في الخيول الكبار المالك طاهر الرغيدي، طاهر يسموه طاهر الغمري، وحصانه هو البطل الحصان اسمه دندان. هذوم تفضل. السلام عليكم. مبروك. يعيشك أخوي، ربي يبارك فيك. أكيدنا على فروسية عندك. والله يا صاحبين احنا معنا كل محنة متاع الكورس متاع البربري، وتعبين شوي من الخدمة وتعبين شوي من الفلوس، ما فهمش فلوسة والكورس هو يخلصوا في 2018 ونحن نجروا في 2021. والله مش يفزدوها شوي، والخيل مش تبيعها الناس، تعدي الجزائر وتعدي ليبيا ونكسبوا كان في البهم لهنا. هذاك الشي حبوا الدولة ذو تونس هذيك شنو تحب، وما عادش تشجيع. تونا نمشي لتونس نصرف مليون ونص مليون ولا 15%، انا كان نمشي غادي لا يجيبوا كل يجيبوا طرف قرط، لا يجيبوا كل شعير، لا يجيبوا لك شيء، لا يجيبوا ماكله تمشي ترقد انت وصغرك غادي. حتى كوري ما يقولكش يجي حط في كوري هنا ولا بات في الزيتون بات في الوشوشه. هبنا على الجد مكسبين، هبنا على الجد حبينا نفاجعوا الشباب. الشباب فهمني لا تونا نحن طموح ماشي يحب يطمع يمشي الكورس فهمني لا، معناتها ما يخلصوناش يضربوا ثلاثة واربع سنين ما خلصوناش. العلف ماك تعرف فهمني لا غالي، ما يعطوناش دعم تاع علف ولا تاع واحد للخيل فهمني، وتعبين الفلاحة فهمني ماك والله نلول نخمم فهمني لا في بيعانو فهمني لا مش نبيعو فهمني لا. والله كلمني واحد من الجزائر يحب يشري مش نخرجوا الجزائر وسي خاطر ما الفلاحة مش متلفت لنا فهمني، الحكومة مش متلفت لنا فهمني لا، جماعة الخيول هذه فهمني لا ولاد فهمني لا عاونوا فينا في الدعم نمشوا كورس انا فهمني لا. جماعة قصر سعيد ياخذوا جواز ونحن نعطونا جواز، واحد ياخذ 80 مليون و100 مليون احنا نعطوا فينا فهمني لا في 4 ملايين فهمني لا وفي 12% فهمني، ونمشوا نرقدوا فهمني نهارين وثلاثة منتشين في التراب، لا يتلصوا بينا لا يجيبوا لنا علف لا يسهلوا علينا لا يقولوا لنا طابت لا تحرقت لا، حتى كان يعطوا فينا في النقل بطلوا فهمني. وثم عندنا الأولى عندي فلوس من 2017 ما خلصتش فيها لتو من 2017 مش مليون ولا ملا فهمت هكا. واذا كما هذا كما نحكي كل واحد فهمني لازم يعفوف زويل فهمني لا ومش يبعيك وتحل ليبيا تو نرتاحوا الكل. اول حاجه نحب نقول لكم السلام عليكم ومبارك القروان الكل بالفوز نتاع الجمهور الجويني والحسن دندين بجوج كؤوس تاع رئيس الجمهوريه. وكاو احنا من اللي فاز معنا من الصغرى زويق قدام الدار، ومعنا ما احنا من الصغرى هذاك باقي غرام من الصغرى يعني معنا من اللي حليت عيني في الدنيا هذه، وانا مازلنا مواصلين ومكمشين الصحيح وشادين الصحيح معنا. حتى الدولة هي بالرغم باخلة فينا لا فلوس لا منح لا ترانسبور لهم يحزنون، اما واحد هاون وعلى رب. احنا اصلا راسين من قروان، معناها الخيول هذيا معناها تحب شويه لهوه كيما معناها تحس معناها كيف البشر بالضبط كيما تلهى بها، معناها تحب الماء في وقته وتحب الظل معناها في الصغانه العلفه في وقتها كل شيء معناها بنظام تحب. هي خيول غرام معناها قبل كل شيء، هي غرام تزيد بركه في الدار حاجه اخرى.
شفت الشباب يعني ورث الغرام هذا على الكبار وورث معناها على من الكبار من الجد حتى للبو وانت ماشي معناها تورثت اجيال بعد اجيال الغرام هذا لازموا له ودعم لازموا له ولازموا دعم معناها اما قبل كل شيء معناها يبقى اللي هو غرام غرام قبل كل شيء تكون مغروم معناها لازمك تتبع الغرام هذاك تشارك في السباقات تشارك تركب الخيل اي عندنا معناها خيول تشارك في سباقات و عندك بالخير او ضم قبلاتك الفرص خليك نور الدين القاسمي من زعفرانة مربي خيول فلاح بسيط كيو على الخيل في القروان ايه الخيل في القروان بن عن جد رغم الصعوبات رغم الصعوبات بالنسبه للخيول هذه الخيل هذه بربريه اب عن جد من حنا بعل ورجع جي فهمني تو العربي اصيل جاينا من الشرق صحيح على راسي وعيني وما عندنا شيء معاه بشكل بينما هذه الخيل نتاعنا توجدت حتى قبل ما نتوجدوا حتى قبل ما جانا الفتح الاسلامي لهنا نورمالمون الدوله تعمل له تنميه ما خير وتعمل له مجهودات اكثر وتنفح الفلاح اكثر وتعمل له تنظيم خير وتعمل له سباقات خير تو يعمل لي معرض كما اليوم والعباد هام كامل ولله وبعد يعطيه قال شنو جه في ديسمبر 100000 70000 ساعات يعملوا له مشكل شبه فرسك ناقصه عينيش بها مش سمين شبه مشي مش كذا وشعير باش تمشي تاخو على الاقل حتى كي تمشي تاخذك شعير المدعم تاع الحاكم كي تمشي يعطوك فهمتي قلبتين ولا هما ثلاثه ولا يعطوك انا جمعت الغلمه من الخيل لا وقت اللي هي الفرس تنجم تاكل فهمتي شكارتين في الشهر معناها قاعد الفلاح يهز ويصبط وحده ما واش مدعم ما فماش شكون وراه يعملوا سباقات نتاع كورس 12% الاولاني هذا 12% مش تعطيهم من العلفه مش تعطيهم من الجوكي مش تعطيهم وين مش يشبوا معناها قطاع مش غير احنا غلبتنا الغرام وكارنا اب عن جد نلقى بابا عنده فرس وكل شيء ما نجم نسلم ولدي كيف كيف واحنا قاعدين نتورثوا فيه معناها احنا نخدموا في الدوله مش الدوله تخدم فينا نورمال ما احنا نخدموها على راسي عين في دولتنا ونحبوا كذا لكن هي زادت تكون بالبلد فما فنيين وفما كذا يجيو كيشدوا ساعات يجينا مرض لهنا كاين زويل تاكل من محل قال شنو برا مشي مانيش عارف ادواء ما انا عارف ما بيوفروش تقعد تلعب انت والفيتيرينير ساعات يحسب لك هي ب 10 يحسب لك ب 50 فهمني برجع حالات يلزم لفته كريمه ويلزم قطاع نتاعنا هذا اب عن جد نحافظ عليه ثروتنا هذه القديمه فهمني عربي اصيل هم شادين وخاطر لحسن حصان عالمي وجميل وكل شيء فهمتني عنده قدر يعملوا له اقامات ويعملوا له دندانه ولكن يتسمى باقي ناقص اما بالنسبه هذا هذا هو العنوان نتاعنا وهذه ادرستنا صحيحه والبارب هذا فهمتني نطلب بكونهم ياخذوها بعين الاعتبار حاجتنا ما تتلوحش لازم يعطوها قيمه يعطوها قيمه كرسيات تلقاها فهمتني اربع كرسيات في العام فهمتني العربي سيل يجري كل جمعه واحنا اربع كورسات ووخروك اليوم يعطوك داتا غلط ويعطوك وخروك ويقدموك او مش عارف بصراحه تعبنا ياسر بنت خير وهم نربي ونبيع لكن ما فهمش مساهمات من الدوله اللي تعبش تعطيك العلف ممنوع عليها باش تاخذ مادة السداري ماهيش مقيده في مادة السداري ما عندهاش حق باش تو انا عندي اربعه مش مشجعينك جمله يا ودي مجا تقدر تسجيه واللي شو تستحق انت شو بالضبط كيفاش الدعم تجيك يحبوا مادة الشعير تكون متوجده ومادة السدير تكون مسهلين فيها الجو للخيول هذه فلاح يعني باش الناس تبيع خيل والله لو تحلنا اللي بينا واحد من الناس مش نبيع بعت اربع قبل ومزيد اربع اخرين مش نبيع هي شيء فما شكون لفت نظر للخيم فما جمله في اللي بيت لها والله يشجعونا بس وين بيه نبيعوا هم عندهم ما يتولوا بيه الفرس قاعده تصد في النهر بعد يا راهي على ولدها اوف